مش بقارن يعني. ايه ايه الفرق بين الست اللبنانية والست المصرية؟ اوف يعني ما بعرف يعني في كتير في فرق يعني لازم يكون في فرق. ايه شايفة ايه يعني؟ كل واحد محيطه شكل كل واحد. قلتي اوف في الاول لأنه سؤال صعب يعني؟ لأنه فكرت للحظة بتقول مين أهضم، طلعت لا المرة المصرية كتير مهضومة. إنه مين أذكى ما لا، بس مين كل واحد أجمل؟ كمان يعني ما فيني، لا ما فيني أقول هذا في جمال بكل بكل محل من الأرض يعني. بس إنه أقول شو الفرق، أكيد في فرق لأنه كل واحد عايش بمجتمع بمحيط معين. مين أشطر، مين أشطر في بيتها؟ مين أشطر؟ مين أذكى في بيتها؟ مين اللي تقدر تخلي الراجل يقعد جنبها ما يتحركش؟ بفتكر بمصر أكتر، المصرية أكتر. إيه أنت مفكر بالعكس؟ لا ما بفكرش. لا لا أنا عايز أفهم دماغ الستات. لا يعني عندها يعني كيف بياخدوا بعين اعتبار أكتر يعني، ما يعني كيف بدي أقول لك، حاسبين لحساب أكتر بمصر يحسبوا يعني. أنا هيك بشوف بلبنان الغلط ماشي يعني، إذا واحد بده يغلط بغلط ما بيحسب حساب، عرفت شو، ما بيفكر يعني في أشياء. يعني لكم أسهل الموضوع، أسهل الحياة، في أشياء بالمجتمعات عم تنهار كتير منا العلاقات ومنا الالتزام ومفهوم الوفا والتقاليد والتحرر، كتير هيدا عم نتخبط فيه نحن بوطننا العربي كله. بس بلبنان لأنه معروف عنه أكتر بلد متحرر من هالنواحي، حسب يعني بعض بعض النواحي بهالبلد. إيه الحاجة المشتركة في كل الستات في كل جنسيات العالم؟ تضحيطة، وفاءة، دماغ البايظة، زكاها، دماغ البايظة، زكاها، محنكة. الست زكية يعني؟ طبعا أذكى من الراجل يعني، وقت اللي بدها تشغل راسها بتشغله مظبوط، وبتشغله وبتشغل الرجال هيك على 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 أصبع واحد. طب إيه إيه الحاجة الوحيدة اللي مشتركة في الرجالة؟ الخيانة. الخيانة يعني انتوا عسل وذكية؟ لا في، لا في اكيد وطيبين والرجالة هي الخيانة. لا في اكيد يعني في في خروج عن القاعدة يعني عند الرجل وعند المرأة. بس طب لو انت دلوقتي راجل